وهلأ يا ليا حننتقل لفقرتنا التالية. يطلق على مجموعة القيم الأخلاقية والسلوكية والمبادئ التي تهدف إلى الارتقاء بالسلوك الوظيفي والإنتاجي ورفع درجة جودته أي منشأة كانت بثقافة العمل. فما القيم التي تنجح ثقافة العمل في المنشأة سواء كانت عامة أو خاصة؟ معنا الدكتور عمار دلول لنحكي أكثر عن هذا الموضوع. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور دكتور، كيفك؟ صباح النور. بردان ما؟ برد اليوم. دكتور بالبداية يعني خلينا نعرف شو هي ثقافة العمل أو ثقافة الوظيفة، شو هي، شو يعني هذا المفهوم؟ حقيقة لما بتكون في مؤسسات ضخمة وبلش تكبر المؤسسة بيكون في عدد يعني جيد من العدد من الموظفين. فهون بتعرفي احيانا كل واحد له نوع من انواع العادات، وخاصه اذا في مؤسسات بتكون مالتي ناشونال يعني بعده جنسيه. فنشا فكره اللي هي شيء اسمه قواعد سلوكيات العمل، كود اوف كوندكتس بالانجليزي، اللي هي بيخلوا الموظف اول ما يجي على اي مؤسسه يطلع عليها شو آلية التعاطي مع إدارة الشركة، كيف إدارة الشركة بتعاطى معه، كيف إدارة التعاطي مع زملائه، شو حدود الموظف بالشركة كسلوكيات. هذا الحكي بيخلي نوع من أنواع التنظيم يصير بالشركة أو بالمؤسسة إن كانت عامة أو خاصة، ليكون كل حدا يعرف مسؤولياته تجاه اللي حواليه. هلا هذا على عم بحكي على قطاع الشركه. لما بتترقى القصص بصير في نوع من انواع خلينا نقول البدايات بالتريننج، لما اي موظف بده يبلش ضمنها بيكون سلوكيات العمل الاجماليه. هيك تحت اسم شيء اسمه سلوكيات العمل. اكيد خلينا نتعرف اكثر على انواع ثقافه العمل وكيف بنقدر نطبقها بارض الواقع. هلا حقيقه الفكره وين؟ الفكره لما بتكون القصه لها علاقه بالاشخاص، دائما الاشخاص مرتبطين بالمزاجيات. تمام. فلما يكون في مزاجيات حقيقه فبصير في عنا قصه انه كل واحد بيخلق ثقافه تنبع من ثقافه المجتمع والبيئه اللي هو عايش فيها. اكيد. فاليوم هون بتجي عنا من قصه انه نحن يكون عنا كذا طريقه او كذا نوع من ثقافات العمل المختلفه، ولكن اذا بدنا نحكي فيها هي بتلاقيها دائما ثقافات العمل بتلحق المجتمعات. يعني اعطيكم مثال، منروح مثلا على بلد أوروبية منلاقي ثقافة العمل تنشأ أنه كل العالم متعودة الساعة 6:30 الصبح تنزل على عملها مثلا بطريقة معينة، وبعدين مثلا الساعة 12 بيكون في بريك مثلا لانش بريك، بعدين بيكون مثلا على الساعة 5 في نهاية العمل، وفي بتلاقي بيروح بعدين على بيته بيمارس حياته الشخصية والطبيعية. ببيئة أخرى تتبع مثلا مجتمعات تانية بتلاقي مثلا ثقافة العمل أنه مثلا العالم بتفتح محلات الساعة 11 يمكن، بعدها بتلاقي انه مثلا في استراحة غدا مثلا الظهر ولكن في فترة مسائية. فهي القصة العلاقة بطبيعة المجتمع، فثقافة العمل عادة تلحق ثقافة المجتمع. يعني اذا فتحنا شركة بسوريا قلنا لهم الدوام الساعة 6:30 الصبح حتعذب كتير لحتى نقدر نلاقي كادر يشتغل، حتى نقدر نتعاطى مع الشركات المحيطة والمؤسسات المحيطة لأنه أكيد في ارتباطات. فهون معناتها هون بتنشأ الفكرة أنه إحنا ثقافة العمل مرتبطة تنبع من المجتمع. ثقافة المجتمع اللي موجود في هاي المؤسسة. نعم. دكتور يعني ذكرت حضرتك أنه لازم يكون في شيء تريننج أو شيء، وخاصة يمكن للخريجين الجدد أو لداخلين لسوق العمل الجديد، ولكن نحن كيف فينا نعمم هاي الثقافة يعني من أيام المدرسة؟ قديش مهم هيك ثقافة أنها هي تدخل بالمنهاج المدرسي إن كان بالمرحلة الثانوية؟ ويمكن اعطاء هي الثقافه على وجه يعني عملي مو بس نظري كماده حفظيه. حقيقه الفكره هلا في ترند صار اجماليا بكل العالم بالجامعات بكل الاختصاصات. يعني انا اليوم اذا عم درس مثلا اختصاص معين وليكن ادبي حقوقي هندسي شو ما كان، في ماده لازم تدخل اللي هي الشركات او المؤسسات وهيكلياتها وادارياتها وآلية التعامل وآلية المراسلات وثقافتها وكيف سلوكيات العمل وحدود سلوكيات العمل وماهية سلوكيات العمل. ليش؟ لانه اليوم عندنا مشكله عم نلاقيها اجماليه، وعم بحكي لها من صفه خبره عمليه على الارض. تمام. لما عم نكون عندنا حدا عم نستقطبه لوظيفه معينه ان كان هو خريج جامعي او غير جامعي حرفي، فعم يكون عم يفتقد لفكرة آلية التعاطي مع المؤسسة. فمنلاحظ مشان هيك دائما نحن مؤسساتنا ناجحة
كانتربرتور بزنس يعني كمؤسسة فردية. لما عم تكون نظام شركات عم يكون في مشكلة كبيرة بآلية إنشاء نظام داخلي للشركة وتحديد سلوكيات العمل. فمنلاحظ أكيد أنتم ملاحظين على صعيد شخصي وعلى صعيد المجتمع. ولا حدا عنده أي رفيق بيشتغل بأي شركة غير بيجي بيقول لك بشركتي مدري مين متعامل مع مدري شو حاله ولا هيك قلت لهم هيك الشلالية وهالقصص هيك اللي هاتا. اليوم هي تم بوع من أنه عدم وجود ثقافة العمل وسلوكيات العمل لدى الأشخاص العاملين تجاه المؤسسة بغض النظر عن مستوياتهم. يعني هم مش تلاقي وجوز واحد مستوى عالي بالشركة ولكن عنده ثقافة المركزية وعدم التعاطي الجيد سلوكيا مع اللي حواليه أكثر من كتير من واحد يمكن بجوز ببوزيشن كتير صغير بمكان كتير صغير. فالقصة ما لها علاقة بطريقة البوزيشن والثقافة العامة تمام. العلاقة بثقافة الأشخاص السلوكية أكيد. خلينا نتعرف أكثر على المفاهيم الخاطئة بثقافة العمل برأيك. حقيقة هي الأهم مشكلة بنواجهها اللي هي مفاهيم خاطئة اللي هي تدخل الأشخاص بعمل الآخرين. يعني اللي احنا بنروح على أي مؤسسة اليوم بتقعدي مثلا مع مثلا سي حدا مدير بقسم مالي بيكون عم يحكي على قسم الإدارة الموارد البشرية إنه عم يعرفوا يشتغلوا والإدارة الموارد البشرية بيكون عم يحكوا على المهندسين والفنيين هاي بكل الشغل بتصير كيف ممكن تحلها هاي المفاهيم الخاطئة إنه اليوم نحن عنا مشكلة بتحديد المسؤوليات تمام. يعني اليوم إذا كل حدا فهم شو مسؤولياته ضمن الشركة وحدد حاله ضمن هاي المسؤوليات حيلاقي المؤسسة حتكرج بطريقة كتير منيحة. نحن دائما ننتقد مثلا الغرب انه بتلاقي بيقول لك مثلا انه نحن والله الشخص الموظف السوري نيمار نيتو بيرن بيقولوا بتزدي وهي مفهوم خاطئ بالمطلق لانه اخر شيء هذا يؤدي انه ما بينجح بشيء. بينما بالغرب مثلا بتلاقي انه شخص بيركز بمكان معين مسؤوليات معينه ضمن ثقافه معينه بعمله وبمؤسسته فانجازه بيكون اعلى بكثير بالحقيقه. مشان هيك تماما دكتور عمار يعني نحن ما بدنا ننكر قديش في عنا كفاءات عاليه بسوريا صحيح. ولكن كمان ما بدنا ننكر قديش في عنا نقص بالشواغر. يعني دائما بنشوف الاشخاص الغير مناسبين عم يكونوا بمكان يعني منيح والاشخاص المناسبين ما عم يلاقوا فرص صحيحه. اليوم الشخص اللي حاصل على شهادات مهمه اللي عمل دورات اللي هو لازم يكون ضمن عمل صحيح وكان بعمل غير صحيح او بمكانه غير صحيحه لا تليق فيه، كيف فيه يمارس هي المقومات او كيف فيه يكون يعطي ثقافه وظيفيه صحيحه وهو يمكن ظروفه ادته انه يكون بهذا تمام. المكان. هلا حقيقه هي الحكي بيزبط في حال في مؤسسات كبيره، يعني عم نحكي عن مؤسسه ضخمه، شركات تمام. كبيره، ممكن هذا الشخص من خلال العمل اليومي بمسؤولياته المحددة يقدر يوصل صورة للإدارة بأنه هو خرج أنه يرتقي لمكان أفضل. بينما المشكلة المؤسسات الصغيرة، المؤسسات الصغيرة عادة تقاد من أشخاص أصحاب رؤوس أموال. فاليوم بيكون واحد مثلا معه مثلا نوع من أنواع الدعم المالي فعم بيقدر يعمل مؤسسة، بتلاقي هو بده يمشي الفكر تبعه اللي هو ممكن يكون غير ما عنده ثقافة العمل نهائيا بتاتا على أشخاص مثقفين تجاه العمل، ما عم بحكي دراسيا تمام يعني. وبالتالي اليوم إذا مشان هيك بنلاقي بنلاحظ حدا انتقل من مؤسسة كبيرة مشان ما نذكر أسماء مثلا مؤسسة كبيرة ضخمة ليشتغل تحت مؤسسة صغيرة بيتعذب بيصير في إشكاليات دائما فعنده بيكون مشكلة. هلا هون هذا التقاطع بيؤدي إنه معناتها نحن لازم نوعا ما يكون في عنا ثقافة تتوجه من الحكومة باتجاه أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الشركات أنه أنت اليوم لتأسس شركة معينة مثل مثلا مثال موظف الدولة اليوم لازم يتوظف بالدولة يكون معه شهادة مثلا بالكمبيوتر مثال ICDA تمام. هذا قرار موجود اليوم على الأرض. ليش ما يكون مثلا حدا بده يعمل نوع من أنواع البزنس أو الشركات يكون في نوع من أنواع الألف باء لموضوع ثقافات العمل يكون مفروض انه هو يعمله بطريقه معينه، اما يقدم شهاده خبره اما يعمل شيء، خاصه اذا نحن عم نحكي عن مؤسسه حديثه العهد. المؤسسات القديمه العهد صعب التغيير فيها لانه بتصير في كونف يعني في في مثل بيقولوا يعني نوع من انواع العقليات اللي صعب تغييرها تمام. ولكن المؤسسات الحديثه فينا نفرضها بطريقه هينه على القصه، زائد ممكن ندخل مناهج على الجامعات لها علاقه بتعليم الطلاب شو ما كان اختصاصهم ثقافه وسلوكيات العمل العام والخاص بغض النظر يعني بحس لازم يكون بالمدرسه لانه كمان ممكن في كثير اشخاص ما بيكفوا جامعه بيخضعوا لدورات صحيح
صحيح تمام. صحيح. ويمكن يتميزوا كثير يعني اذا حبوا شغلهم بشكل كثير كبير بيتميزوا بيكون لهم بصمتهم الخاصه. خلينا نحكي نصائح اخيره لكل الاشخاص اللي عم يشتغلوا سواء هن كانوا يعني بيحبوا شغلهم او سايبر حاله من الملل طبعا. او اي شيء ثاني. خلينا نحكي كيف ممكن ينجح بشغله، كيف يكون ممكن يكون مميز بشغله برايك. حقيقه مشان ما يكون القصه راي فردي، نحن دائما لما بدنا نمشي ننقل نقله نوعيه نطلع على حدا وصل لهالنقله النوعيه لنحاول نشوف شو عمل. فاهم تجارب هي التجارب الغربيه واهم منهم التجارب اليابانيه بالمؤسسات. ففي مفهوم صدق طلع باليابان اسمه توتال كواليتي مانجمنت، بلش يتطبق على كثير حكومات وعلى كثير قطاعات. توتال كواليتي مانجمنت اللي هو مفهوم الجوده الشامله، واللي هذا لازم كل الافراد اليوم يطلعوا عليه ليقدروا يشوفوا كيف ممكن يطوروا حالهم. مفهوم الجوده الشامله ضمن الشركات ما بيحكي عن جوده المنتج، بيحكي عن جوده الاداره. مثال، انا بقواعد معينه وبرولز معينه ممكن احطها ضمن الشركه او الشخص يفرضها على حاله، يعني هو بيسموه مراقبه الذات، اذا كان في معه حدا من المكتب ولا مو معه، في اداره عم تتابعه ولا مو معه، بيقدر يطبق هاي القواعد. حاطي مثال، مثال اذا هو حط لحاله قاعده كل يوم قبل ما يروح على البيت بيمسح مكتبه، بينظف الكمبيوتر مثلا وبيطفيه وبيتاكد من زرار الكهرباء، بس اذا هو عامل هيك وزميله بالعمل ما عمل هيك بيقول انا ما بدي اعمل، ما هي فكيف بدنا نشجع هدول الاشخاص؟ 100% هي القصه من انضباط الذات. تمام، انا بس كون عم بشتغل بانضباط الذات بالتالي شوي شوي بتنتشر الثقافه. يعني انا اليوم ما فيني اكبس الزر الكل يعمل انضباطي. تمام، فانا اليوم بدي ابلش عن حالي على الاقل، انه انا اذا بعمل انضباط ذاتي ببلش بنشر الثقافة على مستوى المؤسسة، وممكن إدارة المؤسسة بتساعد بهالحكي لما تشوفه أنه ثابت زدوى. لحاطيكي أنا عائد استثماري من القصة، دائما القصة مصاري. أنا اليوم إذا كنت مثلا كل يوم مثلا عم بروح ظبط الكرسي تبعي يمكن وطلع إذا في شيء ما بعرف برغي يمكن بده شد، ظبط مكتبي بتلاقي خمس دقائق وامسح وسكر كمبيوتري وثبت الكهرباء مثلا، شيل فياش الكهرباء وروح، يمكن حلاقي انه انا مديت العمر الاستهلاكي للاصول الثابته الموجوده عندي عده سنوات بسبب اهتمامي فيه. هذا عائد استثماري انه انا اليوم خففت الهدر، وبالتالي اليوم مع الوقت حلاقي بتصير المؤسسه على الشكل العام لما بتطبق مفهوم التوتال كواليتي مانجمنت حيصير عندها عائد استثماري غير مباشر من استثمار الضوابط، فصار عنده استثمار وضوابط العمل. هي مفروض تنشأ ذاتيا، ولكن نحن مشان ما نصعبها على المشاهدين بدي اقول لك انا كيف بدي اشوفها. ممكن ارجع على الانترنت اكتب جوجل واكتب مثلا شوف سلوك شيء اسمه كود اوف كوندكت او سلوكيات العمل، سلوكيات العمل للشركات. بيطلع لك كل شركه عامله سلوكيات عمل تقريبا متقاطعه بمكان ما هي، فاذا بقراها بفهم شيء يعني سلوكيات العمل. برجع بقرا عن مفهوم الجوده الشامله اللي هو توتال كواليتي مانجمنت، بقدر احط لحالي قواعد انضباط لضمن العمل، وبالتالي ممكن كمان اروح انا اقدم، يعني ليش ما اكون انا المبادر اقترح على اداره الشركه اللي مدارتي المباشره او غير مباشره انه ننشئ شيء هيك، واجي انا اتبنى القصه واعملها وعممها وانضبط انا ذاتيا وارجيهم كيف ممكن تكون الفكره، يمكن تكون هي احد المداخل اللي ابرز حالي ضمن المؤسسه. تمام. نحن كثير بدنا نتشكرك وبدنا نتمنى انه عن جد الشركات وسوق العمل هيك تاخذ بعين الاعتبار هي الثقافه وحتى الموظفين. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك، اكيد بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا.